خلال الأيام اللي فاتت يعني هنالك موجة من الغبار، رياح سرعتها تصل لربما إلى يمكن 30 40 50 لا نعلم حقيقة، ولكن خبير الأرصاد الجوية الأستاذ عيسى رمضان سوف يطلعنا على أحوال الطقس، وخاصة احنا في كل يوم خميس نطلعكم علشان نعرفوا تعرفون وجهتكم وين راح تكون في عطلة نهاية الأسبوع. صباح الخير أبو أحمد. يا هلا. صباح الخير. يا هلا. الناس كلها تتطلع إلى الخروج في الويكند، ولكن الويكند يعني هذا ثاني ويكند ما يكون على مزاج، ثالث ويكند أو ثالث ويكند ما يكون على مزاج. أيام العادية الأحد اثنين ثلاثة يرجع يتسنع الجو، ولكن ما احنا محظوظين. لا نعتبرها انها هي يعني ايام تصادف الخميسيه، مع لان دوره المنخفضات الجويه ودوره اللي هي الاجواء مثل ما يتكلمون عنها العلماء الطقس. نعم. وانا اللي قاعد اطالع الخرائط الاحظ ان الدوره هذه توصل عندنا يوم الجمعه. الان راح يصير العكس، نتحايل ونقلب اليوم راح يصير العكس، خليها احد واثنين. لا لا بالعكس، باكر ان شاء الله الاجواء احسن بكثير من اليوم، ان شاء الله. وكذلك عقب باكر نفس الشيء يوم السبت ان شاء الله. ولكن احنا قاعد نتكلم عن فتره حساسيه اخوي بسام، شنو اللي قاعد يحصل الان؟ بس احنا ودنا نوجه كذلك رساله للاخوان اللي عندهم حساسيه وربو في مثل هالحالات، خاصه بسبب الجفاف الشديد في الموسم الامطار. نعم. الغبار نلاحظه بكثره قاعد يزيد في اي حاله مثلا مطريه. شلون قاعد تصير الحالات المطريه او الامطار اللي قاعد تنزل؟ حتى لو تصير عاصفه رعديه في منطقه بعيده عن الكويت. نعم. قاعد ياتينا الغبار الان في المناطق البريه، ترى الرؤيه بدات تنخفض. احنا بالديره الحمد لله الرؤيه من افضل ما يمكن، واكثر من تقريبا 15 كيلو الرؤيه الافقيه. بس اذا حط طالع للسالمي، طالع عليه تقريبا جنوب الغرب الكويت، صوب الشقاية، منطقة نواصيب، الرؤية بدأت تنخفض أقل من 2 كيلو. شوف الفرق الكبير أحيانا. لأن الغبار قاعدين من برا اللي هو الكويت. نعم. منقول من برا، وهي بسببها نفس الشيء الأمطار اللي نزلت صوب العراق والمملكة العربية السعودية. عيسى، الناس تتمنى أن ينزل مطر، ولكن مع نزول المطر تتهيج أيضا حالات الحساسية بشكل الحساسية. أكبر. وهذه ترى مهمة خوش سؤال، لأن شنو من دراسة ساعات كذلك انا شاركت في واحده منهم، ان لاحظنا ان وقت الامطار الرعديه ايش يحصل عندنا؟ كثير من الملوثات تنزل عن الطبقه السطحيه للارض اكثر منها من الحالات الطبيعيه الموجوده، وخاصه لما تكسر اللي هي ذرات المطر القويه في هبوطها. نعم. يعني تنزل بسرعه تقريبا اكثر من 160 كيلو متر بالساعه. فاكيد 100% تكسر حتى البذور مات اللي هي النباتات وحبيبات اللقاح اللي موجودة. فمع الرطوبة النسبية تزيد حالات الربو. نعم. وبشدة، يعني مو بس هذا. فننصح لهم كننصح الأخوان كذلك أن في فترات الأمطار الرعدية خاصة أو الأمطار في مثل هالفترات. نعم. أو شهر 11 شنو الكمام، او يظل ببيته احسن وياخذ ادويته. يعني مهم ان نشوف الناس تلبس كمام، خاصه الغبار السنه بعد بكثره راح يزيد بشكل عجيب. في نقطه انا جدا بصراحه يعني تثير استيائي على الصعيد الشخصي، ان في بعض المشاهير اللي عندهم فولورز متابعين زين، ويمكن يعتقدون انهم ياثرون في المجتمع، احيانا يتناقلون بين فتره وفتره ان هنالك امطار رعديه مصاحبه ببرد وحبات كبيره، وخذوا الحيطه والحذر، علما بانهم مش خبراء في الارصاد الجويه. وتحديدا امس يعني انا لاحظت في عن طريق تويتر وسائل التواصل الاجتماعي بعض الشخصيات، ما اقدر اذكر اسمائهم، ولكن صرحوا بان اخذوا الحيطه والحذر في مثل هذه الامور. مثل هذه الامور يجب الرجوع الى خبراء الارصاد الجويه. وللاسف يعني مثل هالاشاعات، انا اسميها الاشاعات اللي تنشر الرعب. لا لا تنشر الرعب. انا امس جتني رسائل كثيره وجتني من اشخاص يعني كثر كذلك، ان موضوع اللي كاتبينه ويايبينه للاسف ياتون باسماء كبيره، مثل جابوا اسم العم الدكتور صالح العجيري. نعم. وانا لاحظت انك انت فندت في مرعبه هذا، وكتبت انا بتويتر فندنا هذا الشيء، نفس الشيء في اذاعه الكويت، نفس الشيء فندنا، والحين كذلك نفند الكلام اللي يقولون عنه. اوكي، نزلت امطار غزيره في المملكه العربيه السعوديه، مو معناه ان هذه الامطار خلاص راح تجينا فيضانات. ما طالعتنا به وسائل التواصل الاجتماعي ايضا من حبات البرد الكبيره المدببة ذات رؤوس مثلا، ونزلت في أماكن معينة. هل هذا هل هذا الموضوع موجود في إقليمنا الخليجي؟ وهل هذا لهذه السنة ولا من سنوات ماضية؟ شوف، أنا قلتها كذا مرة وكذا سنة، ترى قامت تنزل السنوات الأخيرة تغيرات المناخ أخوي بسام، بدأت فيها حالات مطرية
اقوى واعنف، وتكلمنا عن هذا الشيء في كذا لقاء. نعم. ان مثلا هذه شلون يتكون اللي هو البرد المدبب. ايه؟ انت تدري ذرات اللي تكون البرد حباتها تتكون من قطرات من الماء تتجمد بسرعه يسمونها السوبر كولينج في طبقات الجو العليا، وهي نازله تلصق مع ذره اخرى بردي ثاني مع البردي الثاني فتتشكل وهي نازله. عاده شيء تصير مع دورانها زين تذوب فتتكور، احيانا لا تكون قريبه عن سطح الارض فما تلحق تتكور، وهذه الاخطر بالنسبه عند سقوطها تكون مدببه، ولو انت تلاحظ لو تكسرها هي نفسها البردي مئات الحبات من البرد، وهذه خطورتها ان لو تصيب الانسان او تصيب الحيوان وكذا قاتله هذه. لكن ظاهريا احنا الحين في هذا الموسم احنا الحين طيب بالنسبه للكويت احنا الحين في فتره السرايات، احنا السرايات وسرايات السنه هذه تعتبر متوسطه الى قويه ومتكرره كذلك. فبس نقول ان استمرار السرايات قد تستمر الى اخر اربعه من السنه. احنا متوقعين اليوم بس الاجواء انا راح تكون شويه ذا وقت يعني يسعفنا ان نعطي نبذه عن الطقس اذا سمحت لي بالنسبه حق اليوم، ان احنا متوقعين ان اليوم الاجواء لا تزال يعني غير مستقره، فرصه الامطار الرعديه بعد الساعه 3 العصر الى تقريبا الساعه 8 الليله. نعم. متوقع الغبار كذلك متوقع بعد ساعات قليله ان تكون علينا، فالرؤيه راح تكون منخفضه بعض الشيء. نعم. الهواء راح يكون نشط في البحر ما ننصح فيه الاخوان اليوم في ارتفاع دي. كبير باكر اختلاف كلي إن شاء الله. ان السحب راح تقل في شبه الجبهه الهوائيه راح تدخل علينا، فشو تسوي؟ تحول الرياح للشمال الغربي. جميل. يستقر البحر كذلك ولكن مو اول الصبح، اول الصبح في موج، من العصر احسن، يوم السبت افضل بكثير إن شاء الله. الناس تقدر تطلع حتى باكر يعني حتى الغبار راح يكون اول الصبح جداً. ويتحسن الطقس ان شاء الله يوم السبت والاحد، ولكن تعود الاجواء الغير مضطربه يوم الاثنين القادم. يعني هم اساس تشيل السرايات هذه، توقع الغير متوقع، دائما اقولها توقع الغير متوقع في فترة السرايات، وتابعوا النشرات الجوية اخوان، نقول لهم تابعوا النشرات الجوية على اساس انه بس تعرفون مزيدا من التفاصيل. خلكم اول باول مع اصحاب الاختصاص في مثل هذه المواضيع، والاستاذ عيسى رمضان موجود في كل لحظة ويتواصل معنا ويطلعنا على الارصاد والاخبار المتعلقة بالنشرة الجوية. نتابع ايضا معاكم الحين